عمر تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. سيدة النائبة أهلا وسهلا بحضرتك. سيدتي الكريمة. تمام يا فندم. أهلا 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 بحضرتك. الحقيقة ده مشروع بحضرتك. ده مشروع قانون تفخر به ألمانيا، يعني تفخر به أي دولة متقدمة في العالم، بس أنا ملاحظتي إنه المشروع ده محتاج شرطة فوق الشرطة عشان يتنفذ، يعني حين يصبح قانونا عشان يتم إنفاذه ده محتاج يعني نحط يعني ضابط في كل ميدان وفي كل شارع وفي كل عطفة، لأنه المشكلة في تصوري المتواضع مشكلة وعي وسلوك، ولا إيه سيادة النائبة؟ يعني أعتقد أن يعني التجريم أو يعني أي فعل بيضر بالواجهة الحضارية بتاعتنا يعني يعتبر سلوك لابد من تقويمه، فالتقويم لن يتم إلا من خلال تشريع. ويعني أعتقد أن مجرد تطبيق القانون على يعني أو لفترة معينة هيؤدي إلى أن المواطن هياخد باله أن في يعني عقوبات رابعة، وفي الحالة دي هيمتنع عن فعل غير المحظور. حضرتك أنا متأكد سافرتي برا وقلتي في مدن العالم، الحقيقة ما بتلاقيش حد بيرمي قاذورات في شوارع أي عاصمة أوروبية مش خوف من القانون، لأنه متربي على كده، لأنه ده السلوك اللي اتعلمه في المدرسة واللي تشربه من أهله إلى آخره. أنا ده كان صلب سؤالي سيادة النائبة. على الأقل ندفع باتجاه زيادة وعي المواطن المصري وتحسين سلوكه، ولا إيه رأيك؟ يا فندم إحنا يعني لو كل مواطن أدرك إن المدينة بتعكس يعني مدى تحضره ومدى يعني رقيه، أعتقد إن هو يعني أكيد هيحاول إن هو ينضبط في سلوكه ويعني يعني يحرص على إن المدينة تكون في مظهرها البهي. إيه العقوبات اللي مقترحة في مشروع القانون سيادة النائبة؟ هي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، يعني غرامة يعني لا تقل عن 5000 جنيه في جميع الأحوال، والحبس لمدة يعني تتراوح من 6 شهور لعشرة أشهر. يعني صديقنا اللي راكب عربية فخمة ده وبيفتح الإزاز ويفضي الطفاية في الشارع وبعدين يرمي المناديل وبعدين كوباية القهوة اللي فضيت برضو يرميها في الشارع، اللي هو قدر يبقى عنده عربية بمليون جنيه لكن الحقيقة عنده وعي بمليم، يعني ده هيتعاقب ب5000 جنيه؟ أعتقد أن يعني أي مبلغ بيتم يعني بيفرض كغرامة أعتقد أنه في الحالة دي برضو هيبقى يعني سواء يعني غني أو لا يملك في الحالة دي هيرتدى. في تصور حضرتك تغليظ العقوبة سيؤدي إلى الردع؟ هي مجرد العقوبة نفسها يا فندم، يعني إنه يبقى في عقوبة، إنما حاليا لا يوجد عقوبة لأي بالطبع هناك عقوبات، بالطبع هناك عقوبات يا سيدتي، لكنها عقوبات هزيلة زي ما حضرتك عارفة. يعني أعتقد إن حتى يعني مبلغ 50 جنيه يعني بيوجع بيتهيألي يعني. وحضرتك بترصدي كده انه العقوبات حتى العقوبات الهزيلة دي الغرامات الهزيلة دي لا تحصل؟ يعني في حالة انه هي لا تحصل حتى الآن لا تحصل لا تفرض. طيب الإمام علي قال لا رأي لمن لا يطاع، الحقيقة القانون لابد ان يتضمن آليات للتنفيذ ولا ايه؟ اكيد. طيب في تصور حضرتك ايه تكون الآليات دي؟ يعني بالنسبة للجزئية اللي هي يعني الإساءة لأي من أو مخالفة أي مادة من مواد القانون، في الحالة دي يعني المفروض أنه بتتدرج العقوبة، ويعني من الغرامة إلى الحبس. هل يمكن أن أقترح؟ أي فن
تفضلي يا هاني. تكرارها بعد كده بتضاعف. يعني هل يمكن أن أقترح على حضراتكم فكرة إنشاء جهاز برضو داخل وزارة الداخلية وكل حاجة، احترامنا العميق لأبطالنا اللي بيحتفلوا بعيدهم 70 اليومين دول، يكون ده دوره تحديداً وهيؤدي عدة أدوار، يعني سيوظف عدد كبير من الشباب وسيحافظ على المشهد الحضاري في مصر أكثر تحضراً الحقيقة؟ إيه رأي حضرتك؟ تقصد حضرتك الضبطية القضائية، منحة الضبطية القضائية لمجموعة يتم إنشائها برضو داخل وزارة الداخلية، لكن يكون دورها تحديداً هو الرقابة على النوع ده من التشوهات السلوكية. والله أنا أتفق مع حضرتك تماماً ونديت بمراراً، ويعني هي فرصة فعلاً إنه يعني يتم توظيف عدد كبير من الشباب فعلاً، ويعني حتى تكون أجورهم من الغرامات اللي بيتم تحصيلها. يعني مش مباشرة لأنه لو أجورهم من الغرامات هيفرضوا غرامات زيادة عن اللزوم، فيعني تكون لا يعني تمويل الصندوق أو تمويل أيوة. يعني يتم مثلا إنشاء صندوق لتمويل صحيح أجور بتاعهم. صحيح سيادة النائبة، لو حضرتك اقتنعتي ولو إنه السادة النواب اقتنعوا، أنتم عندكم سلطة مطلقة في هذا الشأن، أنتم تقدروا أنكم تخلوا الحكومة تعمل كده. هو في بعض القوانين لكنها غير مفعلة، يعني إحنا جزئية فرض الغرامات يعني هي جزئية على فكرة، هي مش سواء الغرامات أو الحبس مش سهلة، لأن نعم. زي ما حضرتك قلت إن هي محتاجة فعلا جهاز لكن يعني مجرد تطبيقها على البعض هتخلي الكل يقلق. سيدتي الكريمة نشكرك شكرا جزيلا، ونشكر كل هؤلاء الذين قلوبهم على بلدنا اللي أحيانا بعض السلوكيات كده بتخدش جمالها اللي مفيش منه.